بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنشرح في ماده الاحصاء الباب الرابع وهو الارتباط. احنا عندنا س وص تعبر عن متغيرين. بنبحث في هذا الباب هو الترابط بين المتغيرين س وص الذي يحدد نوع الارتباط وقيمة الارتباط، معامل الارتباط وبيسمى ره، حيث معامل الارتباط ره ينتمي للفترة المغلقة سالب واحد وواحد. وإذا كان معامل الارتباط ره ينتمي للفترة صفر مفتوحة وواحد موجبة مغلقة فيسمى ارتباط ترابطي. وإذا كان ر ينتمي للفترة سالب واحد مغلقة وصفر مفتوحة يسمى ارتباط عكسي. أما إذا كان ر يساوي صفر فيكون الارتباط منعدم. يعني لو حبينا دلوقتي نحدد نوع الارتباط طرفي أو عكسي هقول له ما هو نوع الارتباط. هقسمه إلى جزئين. من عندي يا جماعة الصفر حتى الواحد ده ارتباط طردي، ولكن الصفر مفتوحة والواحد مغلق. أما من الصفر مفتوحة إلى السالب واحد مغلق يسمى ارتباط عكسي. أما درجة الارتباط فإذا كانت تنحصر بين صفر وثلاثة من عشرة يسمى ارتباط طردي ضعيف، وإذا كانت بين 3 من 10 و 6 من 10 يسمى ارتباط طردي متوسط. وبين 6 من 10 و 1 صحيح يكون الارتباط طردي قوي. يسمى ضعيف ومتوسط وقوي درجة الارتباط. أما إذا كان ينحصر بين 0 وسالب 3 من 10 فيكون الارتباط ضعيف، وبين سالب 3 من 10 وسالب 6 من 10 يكون الارتباط عكسي متوسط، وبين سالب 6 من 10 وسالب 1 يسمى ارتباط عكسي قوي. ما معنى أن يكون الارتباط منعدم؟ مثال: بكل تأكيد لا توجد علاقة بين طول الفرد ودرجاته في أحد الامتحانات. هل الطويل يجيب درجة كبيرة والقصير يجيب درجة صغيرة؟ لا توجد علاقة بين المتغيرين حيث أن المتغير الأول هو طول الفرد والمتغير الثاني درجته في الامتحان. بينما هناك علاقة بين مدة خبرة العامل ومرتبه، فكلما زادت مدة الخبرة كلما زاد المرتب، كلما زاد الإيه؟ المرتب. وبالتالي هنا في زيادة السين والصاد في اتجاه واحد فيكون طردي، يكون إيه؟ طردي. الذي يحدد نوع الارتباط ودرجته ومعامل الارتباط سبيرمان. هناك طريقة لسبيرمان لتحديد نوع الارتباط وتسمى معامل ارتباط الرتب. معامل ارتباط الرتب، الجدول في المسألة يكون أفقي وهو جايب لنا أولاد مجموعة من قيم س وص. أعمل جدول معامل ارتباط الرتب لسبيرمان، بعمل جدول بتاعي، أول عمود فيه بيكون فيه السين، العمود الثاني فيه الصاد، العمود الثالث رتب سين، العمود الرابع رتب صاد، ثم الفرق بين رتب سين ورتب صاد، ثم فيه تربيع. ومن ملاحظاتنا خلال حل جميع المسائل بنجد أن مجموع الفرق بين رتب س ورتب ص بيساوي صفر. هو هيديني قيم س، سوف أرتب هذه القيم نجعلها مثلا 2 7 8 9 10 3 15 6 20 20
هنرتب قيم سين ترتيبا تصاعديا. اصغر قيمه 2 هتاخد الرتبه 1، القيمه اللي بعدها 7 تاخد الرتبه 2، القيمه اللي بعدها 8 هتبقى الرتبه 3 و4 اخد اللي في النص بين 3 و4 3 ونص. ممكن نقول رتبه ال 8 3 زائد 4 على 2، 7 على 2 ب 3 ونص. احنا بنعملها بسرعه، الثالث والرابع ب 3 ونص، واقفين عند الاربعه يبقى 10 والبت 5. هرتب هنا يا جماعه اصغر قيمه 3، الاقوى منها ال 6 تبقى 2، اللي بعدها ال 15 تبقى 3، اللي بعدها ال 20 تبقى رتبه 4 و5، اخد اللي في النص يبقى 4 ونص. الفرق بين الرتب س وص 1 سالب 1 بصفر، 1 2 ناقص 3 سالب 1، 3 ونص ناقص 2 1 ونص، 3 ونص سالب 4 ونص سالب 1، 5 سالب 4 ونص بنص. تعال نجمع، لابد ان يكون مجموع الفروض هي بصفر في جميع المسائل. 1 ونص ونص 2 سالب 1 سالب 1 سالب 2، 2 سالب 2 بصفر. تعال نربع صفر، 1 2 وربع 1 وربع. تعال نجمع بقى، نجي فيه تربيع، ربع وربع يبقى نص، 1 و2 3 و1 4. سبيرمان قال ان ر بيساوي 1 ناقص 6، نجي فيه تربيع على نون في نون تربيع ناقص 1 يساوي 1 ناقص 6، مجي فيه تربيع مجموع فيه تربيع ب 4 ونص على نون وهي عدد مفردات العينه 1 2 3 4 5، يبقى 5 في 25 ناقص 1 يبقى بيساوي 1 ناقص 6 في 4 ونص على 5 في 24 بكام يا جماعه؟ واحد وثلاثين على أربعين كم من مية؟ ثمانية وسبعين من مية. أما بيرسوت برضو جاب لنا معادلة الارتباط ولكن بجدول جديد. بيرسوت قال هنحط قيم س، قيم ص، س تربيع، ص تربيع، س في ص، وسوف نحصل على مجموعهم تحت، فأنا هجيب من تحت هنا مجموع السينات، ومجموع الصادات، ومجموع الس تربيع، ومجموع الص تربيع، ومجموع س في ص، ر بتساوي، بيرسون قال احفظ البسط بس، هيساعدك في إيجاد المقام. وسوف يساعدك ان شاء الله في الباب الخامس وهو خط الانحدار. نون مج س في ص ناقص مج س في مج ص، تحت هنحط جذرين، الجذر الاولاني هيبقى كله في س بس، فهشيل كل ص واحط س، تبقى نون مج س في س بس تربيع ناقص مج س في مج س بمج س الكل تربيع. الجذر التالت هيبقى في ص بس، شيل السين ده وحط ص، يبقى نون مج ص في ص بص تربيع ناقص مج ص في مج ص بمج ص الكل تربيع. وان شاء الله هنعمل تطبيق دلوقتي على بيرسون. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.